السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، أبغى قضيتي تصل محمد بن سلمان. أنا أختي معنفة هالحين في مستشفى المجانين. بدت قصة أختي، هي معلمة لغة إنجليزية لها 15 سنة، ما فيها إلا عافية رب العالمين، ها ضعيفة. ويوم أنها لها فترة الحين مع رجالها قام يعنفها ويمددوا عليها، يطلع بأغلب الوقت برا ولا جاء مددوا عليها. طالبته بحقها معطته 200 ألف من راتبها يأثث فيها بيته، وقال ما في مالك فلوس. وفي الأخير اشتكت عند الشرطة يمددوا عليها، راح الشرطة مسكوه يومين، ويوم طلع بعد اليومين هذه تنازلت عن الرجال ده. ويوم جاء بعد اليومين هذه قالت لا ما قالت عطني حقي، قال لا ما تتحق عندي. والحين الرجال بعد ما طلع قال والله لا أكل بشكي زي ما أكل بشتيني. اللي فجعنا أنا واختي إنه جاب لنا سيارة مستشفى المجانين عند الباب، وقال تروها مجنونة وخلى المستشفى يشيلها يحطها في المستشفى. جينا نطلعها أنا واختي حريم، ما لنا لا حول ولا قوة ولا حد فازع معنا. قالوا لا، ما لها إلا رجالها ولا أبوها، وخلى أبوها ياخذها بعد معه، اتهمها إنها تطلع في شقق مفروشة وإنها لها قضايا ولا سوالف، ما لها أي شيء الحرمة، ولا عندنا إثبات إن ما على أختي ولا شيء، وهو معنفها وضاربها، وفي قسم الشرطة موجود البلاغ تقدرون تتأكدون منه. الآن أبغى ياصل محمد بن سلمان يجون يكشفون على أختي ويشوفون إنها صاحية في كامل قواها العقلية وصل المستشفى، وطالب من المستشفى إنهم يضربونها بأبر عشان تصير مجنونة صحيح. إن كم يوم إحنا نتردد على المستشفى يطلعونها لنا معي، ومعي يطلعها، ومعي يخلون أحد يدخلها، حاطها في قسم ما يدخل معها جوال ولا أحد يدخل معها ولا شيء، في قسم الناس اللي تعنف وإنها خطيرة وإنها ما أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أبغى من أهل الخير يفزعون معنا، إحنا حريم لا نحول ولا نقوة، ومخلي بناتها يشهدون عليها بس الضغط حق أبوهم، إذا إنه بيسوي. وأبغى من الله ثم منكم يا أهل الخير تفزعوني، أنا معنفة أختي الحين وسط المستشفى، تكفون يا أهل الخير.